المياه علشان تتوفر لنظم الري الحديثة دي، إنشاء مصانع أو إنشاء محطات تحلية للمياه وأماكن اللي بيبقى فيها معالجة للمياه اللي يعني الأماكن اللي بتعاني من شح مائي، إزاي تم اختيار الأماكن؟ إزاي تم إنشاء المحطات وتطويرها؟ وصلنا لمراحل إيه فيها؟ بص، يعني لما نقول إحنا هنا، إحنا عندنا مشروع محطة توشكا مثلا. عشان أعمل مشروع توشكا اتعملت أكبر محطة رفع في العالم، على فكرة أكبر محطة رفع في العالم. هذه المحطة طاقتها 5 مليار متر مكعب في السنة، عشان تروي 6 مليون فدان. تروي مليون فدان. تمام؟ هو هنا المحطة دي بالحاجات اللي هي برضك بتفتخر بها مصر إن تم عملها لأكبر مشروع في جنوب مصر. طيب ده جزء الأولاني، يبقى أنا لازم دي كانت موجودة على بحيرة ناصر، ودي المشروع ده في توشكا في جنوب مصر، يبقى أنا هنا من خلال محطات الرفع لميه عذبه هذا المشروع. يبقى مشروع توشكا بيشتغل على انقى واعظم وانظف ميه في العالم. عندنا مشروع توشكا، مشروع بقى شرق العوينات، هيعتمد على ايه؟ بيعتمد على الخزان الجوفي والمياه الجوفيه. فده نظام ابار مركزيه بتحط من خلال بتدق ابار وتبتدي تسحب ميه، اتحطت له قيود ودرست الميه وعمليات السحب، وتم يعني نوع من التحكم في عمليات حتى لا يتم سحب جائر حتى يؤدي الخزان الجوفي في هذه المنطقه الى الاستدامه لاكثر من 100 سنه. ده مشروع عظيم. مشروع عندنا اللي هو مشروع بقى مين؟ مشروع سينا. مشروع سينا كان احنا كنا فكرته الاساسيه ايه؟ احنا نشتغل على ميه مخلوطه، نجيب ميه المصارف خام ونحط عليها يعني الخلط بنسبه 1:1 ونوديها سينا، وتبقى في الاخر هيحصل تلوث مش مشكله. ايه اللي يحصل؟ لا، النهارده جه الرئيس قال لا، الكلام مش هيحصل تاني، لازم ندخل ميه لسينا تبقى ميه نفس ميه المواصفات العالميه للميه للري، وبالتالي اتعملت اكبر معالجه. فعندي معالجه محطه بحر البقر بتعالج 5.7 عشان تروي 450 الف فدان. فده مشروع معالجة مية، لم خدت مية غرب شرق الدلتا كلها في مبصرة في بحر البقر وبحيرة المنزلة وجزء من هذه المياه، وبدأت تلم تاخد المية دي وتعالجها وتحسنها وتحسن كواليتي بتاعها، وبالتالي تنتقل المية لسينا إلى مية جيدة لمشروع تنمية سينا. ودي هذه المحطة كملت وانتهت حتى الترع بتاعتها والتبطين والمشروع كمل واستقبلت بتاعها. عندنا المشروع الثاني الكبير اللي بيتعمل دلوقتي اللي هو مشروع غرب الدلتا، اللي هي الدلتا الجديدة. مشروع الدلتا الجديدة ده بقى ايه؟ حدوتة كبيرة، ده مستقبل مصر، وهو اللي فيه مستقبل مصر، اللي هو بدأ بمستقبل مصر. فبدأ مستقبل مصر على الأبار، ثم النهاردة بتعمل أكبر محطة اللي هي محطة العالمين. محطة العالمين قدرة وطاقة 7.5 مليون متر مكعب زائد مجموعة من الترع. فتعمل انت عملت ترع بطول 92 كيلو متر وبتعمل مواسير عابرة ونقلة للمية بردك حوالي 22، ده اسمه النهر الصناعي العظيم. على التصرف الكبير اللي انت بتقول عليه ده ليه؟ عشان تقدر تدبر 10 مليون متر مكعب يوم لهذا المشروع. زائد ان هذا المشروع بيستخدم بقى، هتستخدم جزء من لميت كل مية غرب الدلتا كانت بتترمي في بحيره باريوت وكل الكلام ده، زائد جزء من ميه النيل وبتاخدها بتكملها اللي احنا بنوفرها من من ترشيد الري في عمليات الاراضي اللي هي بتاعه تطوير وتحديث منظومه الري. كل الميه دي بتجمعها، زائد بتستخدم جزء من المياه الجوفيه من الخزان الجوفي اللي موجود في هذه المنطقه، زائد جزء من ميه المطر، لان انت بتاخد الري التكميلي، لان الري المطر في هذه المنطقه حوالي مش اقل من نص، بناخده نص مليار لمليار متر مكعب نستفيد بيه، ومن الخزان الجوفي بنشتغل. هنا يبقى انت لازم تعملي، عشان تعملي هذه المشروعات تفكري في استدامتها، يبقى لازم تدوري على كميات الميه اللي لازم تبقى عندك نوع من السستينابيلتي اللي تستمر بيها هذه المشروعات. يبقى كل مشروع تعمل له عمل ضخم، زائد بقى عندك ازاي توصلي الكهرباء. فانا الاول حاجه بشوف الاراضي، شوف كميات